والرائد فين؟ رائد قاعد هناك على كرسي المتفرجين. طب ده ليه بقى؟ هو الرائد هيلعب معانا يا مستر؟ ايوه طبعا هيلعب معانا، دي حسيتنا كلنا. تقريبا رائد معهوش لبس الالعاب. وانت عرفت منين؟ هو قال لنا كده ما سالناه. طيب كملوا انتوا وانا هاجي لكم تاني. ايه بقى يا رائد؟ مش جايز ليه عشان تلعب معاهم؟ حاسس ان هي مش مناسبه ليا. لا بس انا عامل حسابي ان تناسب كل الناس. بس هو ده اللي حصل وبجد مش عارف اعمل ايه. طيب انا عندي حد ممكن يكلمنا في موضوع النظرات المبالغ فيها للاشخاص المختلفه. طب ارجوكي خلينا نقابله. ستيفن احنا معانا دكتوره مها بدوي استشاري طب نفسي اطفال ومراهقين، والدكتوره اكتر حد ممكن يجاوبنا على الاسئله اللي في دماغنا كلها. ازيك يا دكتور؟ ازيك ستيفن؟ يا الحمد لله. انا عندي حيره واسئله كتير قوي. كنت عايز اسالك على ازاي اتعامل مع نظرات الناس المبالغ فيها مع الاشخاص ذوي الاعاقه. الاطفال ذوي الاعاقه في المجتمع ليهم كاتيجوريز او تقسيمات مختلفه حسب نوع الاعاقه بتاعهم، واحيانا في اعاقات بتبقى ظاهره على الاطفال واحيانا لا. المشكله الكبيره عندنا بتبقى في الاعاقات اللي فيها مورفولوجيكال ابييرنس او شكل ظاهري، انها باينه على الطفل، زي الاعاقات الجسديه والاعاقات اللي هي زي داون سندروم وبعض الاعاقات البصريه والسمعيه، لان هم ما بيستجيبوش للمؤثرات، مش بيستجيبوا للمؤثرات، يعني ان دي هو مش شايف، المشاوره هو مش شايف او مش سامع وهكذا. طبعا المجتمع بيبص للاعاقات دي سواء اطفال او كبار ببصات مبالغ فيها شويه، انه ايه ده، هو ليه مش سامع، هو ليه هو ده غبي مش سامع، هو مش مركز، ابتدي يبص له انا اسفه ويبحلق فيه ويركز معاه مده اطول، واحيانا لو شكله باين عليه الاعاقه يبتدي يشمئز منه او يقرف او يرجع لورا، ويبتدي يحصل تغيير في الفيشل فيتشرز او معالم الوجه. تمام. طبعا الطفل احيانا وخصوصا ذوي الاعاقه مش هيبقى ملاحظ ده، اللي بيلاحظ ده المرافقين او الاهل. تمام. فبتبقى النظره بتصيب الاهل فعلا في المقام الاول، انه بيبتدي يحس انه عنده مشكله او ابنه فيه مشكله، او يبتدي اللي هو بيبقى ياخد اتيتيود المتضايق او المكسور، او واحيانا بيبقى فيه اتيتيود فيه اجريشن او عنف، انه ليه بتبص له كده او ازاي تبص له كده، فهي بتلاقي ده يدع. فبيواجه، يا اما بيواجه يا اما بياخد ابنه ينسحب. يعني ينسحب بالظبط كده. ولو في مواجهه بتبقى مواجهه بعنف طبعا. طبعا اللي هو انت ليه بتبص كده، هو انت شايف في ايه، في ايه مشكلتك، وهكذا. يا اما بياخد ابنه وينسحب من المكان بمنتهى الانكسار والتراجع كده، انه ما يعرضوش لمزيد بقى من السخافات. لان انا بشوف ان دي سخافات، ابتداء من النظره المطوله والمبالغ فيها زي ما انت بتقول، للتفاعل بقى بالتفاعل اللفظي والتعقيبات والتعليقات السخيفه وهكذا. طيب ازاي ادرب ابني، يعني لو مختلف، يعني ابني او تلميذي، ان هو يعيش في مجتمع دامج؟ المجتمع الدامج لازم اصلا يكون عنده استعداد لاستقبال هذه النوعيات من الاعاقات على مختلف درجاتها، لان الاعاقات ليها درجات واسعه جدا، سواء الاعاقات الذهنيه او الحركيه او الجسديه او البصريه او السمعيه. فلازم المجتمع دايما يكون عنده استعداد لتقبل هؤلاء الاطفال. وخليني انا هتكلم على الاطفال، لان لما بيكبروا شويه بيبتدوا يتعاملوا يعني بشكل اكتر، لانهم خلاص خدوا قطعوا شوط طويل في المجتمع. انما المواجهه الاولانيه او الكلاش الاولاني بين المجتمع والطفل. فعشان نبتدي بدمج الاطفال دول لازم احنا نعدهم نفسيا. نعمل سايكولوجيكال ريهابليتيشن او اعداد نفسي لحاجتين، لجزئين، للاهل وللطفل. لازم أدرب الأهل إن هم هيواجهوا مجتمع قاسي
هيواجهوا نظرات غريبة، هيواجهوا حاجات ما تبقاش على قدر كافي من الإرضاء بالنسبة لهم، هيواجهوا نظرات رفض وعدم تقبل. لازم نهيئ الأهل نفسيا وبناء عليه ونخليهم يواجهوا وعندهم استعداد، ونفهمهم أنه طول ما هم بيواجهوا الريزيستنس دي أو المقاومة دي من التقبل الأطفال دول هتقل. يعني التقبل ده هيبتدي يزيد والريزيستنس تقل أو المقاومة تقل من كتر ما هم بيحاولوا ومن كتر ما هم بيواجهوا ومن إصرارهم الانسيستنس بتاعهم إن هم يدمجوا طفلهم في المجتمع، وإن ده حق الطفل ده. يعني لازم نكلم الأهل إنه ده حق الطفل ده إنه يدمج وسط الأطفال الطبيعيين أو الأسوياء. ففي ناحية تانية إحنا ما بنتدخلش فيها، معتمدين على ان هي المفروض تكون موجوده باي ديفولت او بالعادي، انه الاطفال يكون اهاليهم مدربينهم وفاهمينهم انه ليك طفل زميلك او صديقك او صاحبك قاعد جنبك مختلف عنك، مش اقل منك، ايوه مختلف عنك. فهي الفكره دي في كده، ان احنا نزرع في السوي انه ليه زميل او صديق مختلف وليس اقل. عشان كده احنا دايما بنintroduce them أو بنقدمهم للمجتمع إن هم ذوي الهمم مثلاً أو special needs، ذوي الاحتياجات الخاصة. فأنا دايماً برفض مصطلح الإعاقة لأنه بيقلل، بيخليهم second degree أو درجة تانية، وأنا ما بحبسش أبداً حتى من ناحية الطب النفسي إن إحنا نعامل الأطفال دول كsecond degree level في المجتمع. بالعكس، لأن كمان على المستوى بتاع القدرات هم متفوقين جدا، سواء في الحاجات الحركيه او في الحاجات الذهنيه، ومنهم مثلا اطفال التوحد عندهم قدرات عقليه رهيبه. طبعًا. قدرات عقليه طبعًا. رهيبه. أيوه. وتتعدى الاسوياء بمراحل حتى على قياسات الاي كيو او الذكاء العقلي، على السكورز كمان بالفعل. بس فمش كل طفل يظهر ليك عنده مشكله خارجيه هو بالضروره اقل منك. تمام. ممكن نقدر نقول ايه للزملاء الاشخاص ذوي الاعاقه، عندهم اعاقه حركيه او اطراف صناعيه مثلا، وهم في النادي بيلعبوا رياضه معينه، بلاقي الاطفال على طول كمان عندي في المدرسه بيكونوا بصن لهم بصه مختلفه، المفروض اقول لهم ايه او المفروض انصحهم بايه؟ الخطاب لكل مرحلة مختلف عن التانية. طبعاً. يعني في الأطفال في المدارس لحد 6 سنين لازم تفهموا إن ده صاحبه اللي عنده اختلاف، عنده إيد مختلفة، عنده رجل مختلفة، مش ناقصه إيد أو رجل. فلازم توريه إنه كمان عنده حاجة مختلفة، هو يبقى عنده الطفل السوي عنده فضول يتعامل معاه. فأنت لازم تخش للطفل في سن مثلاً اللي هو preschool age أو ما قبل المدرسة والschool age لحد 6 سنين، إنك أنت تصير فضوله، فيبتدي هو اللي عايز يروح يتعامل أو عايز يتفرجوا على الألوان وكده. لا أنا كمان هخليك تعب، إنه هو عنده حاجة مختلفة، عنده حاجة تثير انتباهه ودهشته، فيبتدي يروح هو يتعرف عليه من هذا القبيل. ان انا عندي حد مختلف، الله طب ما تفرجني، طب ما ممكن تلعب معايا، ويبتدي يتفاعل معايا. اكبر بقى شويه، اكبر شويه تبتدي تكلمه انه هو ده زيه زيك ومن حقه يتفاعل معاك وياخد فرصته، وانت لازم تكون داعم ومساند ليه. تمام. فيبتدي هو يحس بالمسؤوليه، لانه الطفل من بعد 6 سنين بيبتدي يتشكل عنده الوعي الجمعي اللي هو انا وما حولي، مش أنا لوحدي، فبيشارك معايا، فيبتدي يحس بأنه له دور في حياة هذا الصديق أو هذا الزميل، فيبتدي يحسن من أداءه ويحسن من دوره اللي هيكون ليه أثر على زميله. طبعاً. ورزة بقى تبتدي كل مرحلة تخاطب السن بتاعها بالطريقة المناسبة ليها. طيب. طبعاً في الكبار لازم ده منحهم بقى المشاركة الفعلية، يعني السوي يدي فرصة للي جنبه اللي هو مختلف عنه أنه يشارك. ياخد فرصته ويعرف انه ده ليه فرصه زي ده، سواء بقى في مكان شغل، في جامعه، في اي مكان عام مفتوح، انه زي ما انت ليك فرصه هو ليه فرصه. طيب ده يودينا للسؤال التاني، الشخص ذو الاعاقه نفسه يتصرف ازاي لو هو في مكان لوحده او في وسط ناس، ايه يعمل ايه؟ الشخص ذو الاعاقه لازم من واحنا صغيرين خالص نبتدي نفهمه ان هو له حقوق في المجتمع، يعرف ازاي ياخدها من وهو صغير خالص. زي ما بقول لك كده preschool age لازم ادخله في المجتمع واخليه يشترك، وابتدي يتشجع على انه يمارس النشاط ايا كان، ويبتدي لما يبتدي يكبر شويه شويه يعرف ان هو
صاحب دور مش سلبي، مش ان هو انا عندي مشكله فالناس كلها تساعدني وانا مش هعمل حاجه، لا لازم يكون لي دور ولازم يكون لي مشاركه ولو بسيطه، ونعرف نخش نطلب منه الدور ده على اساس قدراته، لان هم ليهم قدرات طبعا. وكل واحد فيهم ليه قدرات غير التاني. الشطاره في المجتمع ان احنا نكتشف هذه القدرات وننميها، نشتغل عليها ونبرزها، ما نبرزش المشكله اللي عنده، نبرز قدراته. طيب ايه راي حضرتك لو مثلا في اولياء امور لقوا ان في مثلا طفل ذوي اعاقه في حمام السباحه، فابتدوا يطلعوا اولادهم يقولوا لهم لا اطلعوا، خايفين من عدوى مثلا، ده تفكيرهم، حضرتك تحبي تقولي لهم ايه؟ والله الحاجات دي مش هيتدخل فيها الاهل بس، لازم يعني اللي يكون مسؤول عن المكان او المدرب او اللي موجود في النادي يبقى عارف ازاي يكنترول القصه دي، لان في الغالب الاهل هيتاخدوا او هيتضايقوا، او زي ما بقول لك يا اما هياخد ابنه ينسحب يا اما هيواجه بعنف. مفيش اختيار تاني، مفيش اختيار ان هو يقول لا لا يا جماعه، ويكلمهم يعني بلطف يقول لهم يا جماعه مفيش قلق مفيش حاجه، ده لا مش هيعمل كده، مش هيجي منه الدور ده. يا اما هياخد ابنه يخاف عليه من الاذى النفسي اللي واقع عليه من هذه التجربه فياخده ينسحب عشان يعمل ليميتيشن ليها او تقليل لاثرها، يا اما هيخش في زي ما بقول لك في اجريشن او مواجهه عنيفه يبتدي يواجه كل الناس دي ويبتدي الولد يتعرض لاذى نفسي ازيد. طيب لو حضرتك هتقولي كلمه لاولياء الامور اللي بيعملوا المواقف دي مع ولادهم تبقى ايه؟ اولياء الامور الاسوياء ولا اولياء الامور ذوي الهمم؟ اللي هم بيطلعوا اولادهم مثلا من التمرين او حاجه. بصي الفكره انه دلوقتي خلاص اصبح ذوي الهمم موجودين حوالينا في كل حته، موجودين حوالينا في المجتمع، ولازم كلنا كاهل الناس اسوياء نفهمهم ان ده شريكك، ده معاك، ده صاحبك، ده صديقك زيه زيك، بالعكس ده مختلف عنك، فانت ممكن تشوفه مختلف في ايه تعلموا منه، او تشاركوا المهارات مع بعض، او يكون عندك حاجه ناقصه فهو بيكملها، مش شرط يبقى هو اللي عنده نقص في حاجه معينه زي ما باين لك او واضح لك او باين على شكله الخارجي، ربما انت تبقى معتقد غلط، فنثير فضولهم دايما وهم صغيرين انه هؤلاء النوعيه من البشر حلو ان احنا نكتشفهم، فيبتدي لما يكتشفهم يلاقي حاجه تخليه يتعامل معاهم، ياخد عليهم، يخش في المجتمع اكتر. اوكي، وزي ما حضرتك كنت بتتكلمي ايه برضو دور الاعلام، او لو حضرتك عايزه تقولي كلمه للاعلام؟ الحقيقه الاعلام مؤخرا ابتدى برضو يطلع الولاد دول ويديهم فرصتهم، بس المطلوب ان هو يوعي اكتر لوجودهم ومشاركتهم في المجتمع وتقبلهم، لان احنا لو تقبلناهم بشكل صحيح في المجتمع هنقدر نتعامل معاهم. طب ايه راي حضرتك برضو في الاعلام مثلا اللي هم لما بيقولوا كلام مصطلحات بيكون تقيل شويه، ف ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ شايفه انه الموضوع ده قل دلوقتي كتير عن قبل كده، بس اذا حصل، وده يعني حصل بالصدفه ولو اني انا مش شايفاه كتير، لازم يكون في حد بيوجه يعني استعداد المسار ده، يعني ما نتكلمش عليهم كده، لان لا هم في منهم، انا عايز اقول لك انه في مشاهير في العالم كتير جدا عندهم مشاكل واعاقات وحاجات وسطينا واحنا مش واخدين بالنا، ومليونيرات كمان ومساهمين في حركه الاقتصاد العالمي، وشخصيات كبيره زي مايكل فيليبس وزي ايلون ماسك، والناس دي كلها اصلا عندهم اوتستيك سبيكتروم وعندهم اللي هو طيف التوحد وعندهم اي دي اتش دي اللي هو تشتت انتباه مع فرط حركه، الناس دي واصله لاماكن رهيبه. بس وبيتهوفن والناس الكبار يعني في الفن والعالميين طبعا، فالقصه مش لسه وليده النهارده، بس احنا لما بنكتشف بنقول، فلازم الاطفال دول ياخدوا فرصتهم على الاخر. احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتورة مها يعني على المعلومات دي. ميرسي يا سارة، اعتقد كل اسئلتك اتجاوب عليها. يعني انا كل اسئلتي وفي حاجات كمان زيادة. أيوة، شكرا جدا، شكرا على المعلومات بجد. العفو، شكرا خالص. العفو. إرادة كل انسان فينا محتاج يقبل نفسه، يعني محتاج يحط مميزاته قدام عينيه ويركز فيها، يعني ما ينفعش انت تستسلم او تنسحب من الحياة او تتجنب حاجة انت بتحب تعملها. يلا روح غير واعمل الحاجة طالما انت عاوزها وتقدر تعملها. We'll be right back.
بتبص للشخص اللي مختلف عنهم ايا كان هو الاختلاف، وبتركز جدا في الغالب يعني مع اي اختلافات هو فيها. فممكن مثلا حد يركز مع شخص لمجرد ان هو مثلا جسمه مليان شويه، او شخص ان هو مثلا عنده ضعف بصر، او شخص مثلا عنده متلازمه داون. هنلاقي ان المجتمع ميال ان هو يبص ويركز قوي مع الاشخاص دول. هي البصات دي صراحه بتبقى اوقات محرجه جدا. انا نفسي لو حد بص على شكلي او على جسمي وركز قوي على التفاصيل، انا احس بالاحراج. واعتقد ان ده كلنا يعني ما بنحبش حد يقعد يركز معانا، او مثلا نقعد نسال الاشخاص اسئله محرجه زي مثلا ايه، هو انت تخين كده ليه، او ايه ده انت قصير كده ليه، او ايه ده انت ليه قاعد على كرسي، انت مش بتتحرك من مكانك يعني ما تعرفش تمشي. الاسئله دي بجد وقعها بيبقى صعب جدا. انا عايزه اقول لكل شخص هو بيتالم او بيتضايق من الاسئله اللي هي بتشاور على اختلافه، حاسه بيك جدا لان انا نفسي بمر بحاجات زي كده. لكن في حته كده جوانا ممكن تساعدنا كويس جدا، ان احنا نفسنا نتقبل نفسنا، نتقبل نفسنا واحنا مختلفين. انا بعرف ان انا مختلفه في كذا، او عندي الحته دي ممكن بتكون مش شبه بقيه الناس، بس انا متقبله نفسي. والتقبل هنا مش الاستسلام، انا مش بستسلم للامر الواقع كضعف، لا، انا متقبله وفخوره بنفسي وفخوره باختلافي. التقبل ده بيجي بالتدريج، يعني انا بنمي عندي مفهوم التقبل بالتدريج عن طريق ان انا اغير افكاري. عن لو انا مختلفه في حاجه معينه فانا عندي نقاط قوه في حاجات تانية، فبدل ما اقول لنفسي انا ضعيفه وانا الناس بتشاور على نقاط ضعفي والناس بتقول لي كلام صعب واكيد انا وحش، اقول لنفسي لا، انا شخص عندي زي اي بني ادم، كلنا زي بعض، عندنا نقاط قوة كتير وعندنا نقاط ضعف، ومهم أفكر نفسي إيه هي نقاط القوة اللي عندي. أحياناً بس بنبقى محتاجين حد يساعدنا، أنا أوقات بلجأ لحد يساعدني يقول لي مثلاً إيه نقاط القوة اللي عندي. فأنا مثلاً محتاجين الأطفال إن إحنا نقول لهم إيه نقاط القوة اللي عندهم أياً كان هم مختلفين في إيه. فإحنا محتاجين كأهل وكمدرسين إن إحنا نساعدهم يكتشفوا نقاط القوة ويكتبوها ويفتخروا بيها، يبقى قدامهم شايفينها ويفتخروا بنفسهم. أنا شايفة إن إحنا محتاجين نبقى شايفين نفسنا بشكل مختلف. يعني أنا شخص بعافر مش مستسلم، عندي قدرات مهمة، عندي قدرات خاصة، أنا مش هحصر نفسي في حتة معينة. خلينا نشوف نفسنا كأشخاص مكتملين. وأنا أتمنى المدرسين بلاش نحسس أي طفل مختلف في الفصل أيا كان هو عنده إيه. يعني أنا بشوف مثلا أطفال حاطة سماعة في ودانها، فبلاش نحس نقعد نبص بقى إيه ده وإيه السماعة دي وحاططها ليه. حتى في أطفال لدغة مثلا بنقعد الناس برضو تتريق عليهم وتركز وتخليهم يقولوا الكلام ورا بعض حروف اللدغة فيها، كل ده فعلا بيبقى محرج وبيضايق. مهم كمان نعلم الطفل ان هو يبقى يعرف يرد ويعرف يتعامل ويعرف يطالب ان هو لا انا متضايق من كذا، محدش يقول لي كذا. ومهم كمان ان احنا ننمي عنده المسؤوليه تجاه نفسه، ده من حقه ومن حق اي انسان على فكره ان هو يعبر عن مشاعره. فانا عايزه بس الاول اشجعنا كلنا ان احنا ناخد بالنا ان النظرات بتفرق، النظرات بتفرق جدا. وافتكروا معايا اخر مره حد بص لك او حد بص لك بشكل وقعد يركز معاك جدا، افتكر مشاعرك ساعتها. كل ما هنتعلم ان احنا نحط نفسنا مكان الاطفال علشان نقدر نتخيل مشاعر غيرهم، كل ما هنبقى احنا واخدين بالنا اكتر في طريقة كلامنا ونظراتنا، وان احنا نحترم اكتر مشاعرهم ونبقى حريصين ان احنا ما نوجعهمش.